بقى الإنجاز الكبير ده وكواليس تحقيقه؟ والله احنا طبعا بكني كل الشكر الاول للعيبه زمايلي. احنا بقالنا 40 يوم في معسكر مغلق، كبسوله مغلقه. احنا اصلا لعيبه كره سله بس متمكنين كرسي سله اصلا. سله فجايبيننا عشان نمثل مصر في كاس العالم كره اليد، ان افضل ناس موجوده بتلعب كرسي هم لعيبه كره السله. احنا بنلعب يعني متمكنين كرسي، بنركب كرسي من سنه 2000. ما شاء الله بقالكم يعني 22 سنه. في اختلاف في بعض القوانين ما بين كره السله وكره اليد، بس ما شاء الله عندنا مجموعه رهيبه جدا جدا. انت تستوعب الشرح من الجهاز الفني، ابتدت تبقى في محاضرات ازاي قوانين كره اليد، ازاي هنعمل ايه في البطوله، ازاي هنلعب في ماتشات، ابتدوا يجيبوا ماتشات ويقطعوا عنا. معانا مجموعه كتيبه مكونه من 10 8 شباب وبنتين مقاتلين، احنا مسمينهم مقاتلين. بقالنا 40 يوم ولا شفنا عيالنا ولا رحنا الشغل ولا رحنا في اي مكان. كبسوله مغلقه في فندق الدكتور صاله الدكتور حسن مصطفى، في الصبح تمرين وبالليل تمرين وبالنهار في جيم في الوسط وفي محاضره مسائيه. كان اليوم كله مضغوط اصلا، بنوصل للسرير بالعافيه. انا اللي لافت نظري ان انتوا يعني حديث العهد بكره اليد. حديث العهد، بس احنا كان عندنا اصرار. بقالكم قد ايه بقى بتلعبوا يد؟ 40 يوم. بس؟ بس. يعني 40 يوم وفضيت عالم؟ الحمد لله. ده بسم الله ما شاء الله. ده فضل من ربنا اولا، ثانيا برضو احنا الحمد لله زي ما الكابتن محمد بيقول لحضرتك ان احنا متمكنين كرسي، حافظين احنا بنعمل بنتحرك بالكرسي ازاي، ده فارق معانا ومدينا خبره كبيره جدا. وتاني حاجه احنا كنا عندنا اصرار على البطوله، احنا اتحطينا يعني اتحطينا خلاص في موقف خلاص لازم ان احنا نشوف له حل، واللي هو ان احنا خلاص هنلعب عندنا بطوله يد، واحنا اصلا داخلين البطوله مش فاهمين اي قانون فيها، وقعدنا لمده ال 45 يوم نتعلم على القانون بتاع اليد. والحمد لله ان احنا قدرنا نوصل للنهائي ولعبنا امام منتخب كبير وقوي زي فريق البرازيل، والحمد لله يعني خدنا ميداليه. والمباراه النهائيه كانت واخده اهتمام كبير للامانه بخلاف المباريات الثانيه. اكيد. فعرفنا بقى ان كان عندنا فريق وصل مباراه نهائيه ووصل لمرحله التعادل وانتهت بضربات ترجيح. وبالمناسبه برضه انا عايز اقول لحضرتك ان البرازيل اصلا عندها دوري شغال من 2005. من 2005 شغال. ناس قديمه يعني. قديمه، وعندهم كمان 300 لاعب. 32 فرقه. يعني هم مش قليلين. 32 فرقه. 32 فرقه كره يد الكراسي. بنلعب مع فريق بطل. يعني بنلعب مع فريق اصلا بياخد على طول اول، فالحمد لله ان احنا نقدر نوصل معاه ضربات جزاء، فده في حد ذاته بالنسبه لنا ده مكسب. ده كانت تبقى